عادل امام مات. عادل امام مات مات لسه ميت دلوقتي والله. مات عادل امام مات. الله راح الى ما راح اليه. في زنج في قفص والزنج خرج من قفص بينيك وامك دلوقتي. صح ولا لا؟ اعترف يا قصامه اعترف. عمال يتقلب على السرير مع امك وعامل لك دوشه ويخبط في الحيط وبيكسر في المول. سلم على ماما وقول لها زنجي سعيد. زنجي 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 يا ماما خليكي مع الزنجي. يا ابن يا ديوس يا ابن المره الشرموطه يا ملحد يا قصام. يضربك بنيات يموتك لكن ما يبعبصكش ما يقعدش يلطشك على قفاك يضربك بالقلم. هو بيبقى فيه فايت هو بيتجاوز يعني ضابط الشرطه هنا ايه لما يتجاوز بيتجاوز ممكن يقتلك وهو بيقبض عليك فورس. ممكن يتلموا عليك الضباط يضربوك من ارحتهم انت غصتهم عملت معاهم حاجه لكن ما فيش ضابط هيمسكك يبعبصك يضربك على وشك بالاقلام يجيب مراتك يقلعها مالطو قدامك ويهددك باغتصابها. الكلام ده اقول الاهانات دي مش موجوده. ممكن اقول لك ده حاجه يضربك بنيات يموتك لكن ما يبعبصكش.